يقول السائل: ما حكم طلاق السكران وطلاق الغضبان؟ يقع وفي خلاف بين أهل العلم، ولكنه يقع، لأنه فعل محرما شرب المسكر، وفعل محرما وطلق بسبب ذلك، فيقع طلاقه، لأنه هو اللي تسبب في هذا، هو اللي تسبب في شرب المسكر وزوال عقله. كما أنه يؤاخذ لو قتل أو جنى على أحد يؤاخذ وهو سكران، كذلك إذا طلق يؤاخذ وهو سكران، يؤاخذ بأفعاله، يؤاخذ بأفعاله التي فعلها وهو سكران. نعم.